هون بلشت الدبكة يلا باستديو. صباح الخير. ما انت ملكة الدبكة دجا، انت بالدبكة اللي ما بيعرف يدبك، ما عليك. ما انت عارفة هذا الموضوع. وانت كمان يعطيك العافية، كل سنة عن سنة بيكونوا المهرجانات أحلى وأقوى بمعصر الشوف. أول شي خليلنا إياكي، لأنه انت هالقد عندك ليش. طاقة وعندك انرجي وعندك محبة لكل الناس لتقدر تعملي كل هالشغل. ما بوجود ناس مثلكم عم بيساعدونا، يعني انه لو ما انتم كل واحد عم بيساعدنا ندفي ما فينا نوصل لمحل ديما. اكيد لا. اكيد لا يعني، بس السنه عن جد وزاره الثقافه ووزاره السياحه، لانه كلهم مبسوطين بالبروجرام، خاصه الوزاره الثقافه. نعم. ووزاره السياحه دعمتنا الدعم العجيب، لان احنا بنفوت بكل البروجرام تبعولها، يعني السياحه الريفيه. نعم. السياحه البيئيه، التنميه المستدامه، يعني كل موضوع وزاره السياحه ماشيين فيه. وإن شاء الله السنة نقدر نعلن عن فرقة دبكة وطنية. معقول؟ ايه، ما هيدي الفكرة مع وزارة الثقافة. يعني السنة الماضية كان في أشخاص منهم محترفين ومنهم غير محترفين، كله دبك بالمعاصر سنة الماضية. أكيد دبك، يعني بتعرفي إذا منخبر قديه دبك، يعني صعب إن احنا نتخيل قديه العالم دبكت. بس السنة عملنا مسابقة لغير المحترفين. نعم. أي هلا نقينا منهم 13 فرقة. نعم. ما في قلك قد ايه اجينا نوادي ومدارس وجروبات من اهدن، من حصبية، من مجد العنجر. نعم. من بشامون. انه من لبنان كله جاي، مش بس جاي الفرق، جاي كل السبورترز معهم. عرفتي يعني كل اللي جاي فرقة جاي معهم من المنطقة تبعه. ما بعرف قد ايه عالم مثل سايرين مثل فرق الفوتبول، يعني عرفتي مع مشجعينهم. مع مشجعين تبعولهم. وهيكون طبعا مثل العادة اشياء يعني عاملين السنة كمان شيء زيادة مع شيف مارون. طلع شيف مارون جديد، عمل ورشة عمل. نعم. مع كتير من العارضين للأكل. أحلى شيء عارضين للأكل، بيكون بيشتريهم واحد بحسهم قديشهم هيك من الضيعة وحاملين النكهة الأصلية وكل شيء. ما في قلك قدي تعلم هو إشياء والله، تعلم منهم. واكيد هو اعطاه من اثاره، بس انه كان هيك انه كل النهار كان في هيك تبادل بالاسرار بين اثنين، بين طبخات الجبل وبين وكل طبخه سميناها على اسم الست اللي عم تعملها. عرفت لي يكون في عندها اديسيون باسمها، يعني ليش لا؟ حلو. ايه حلو طبعا. وبعدين طلعت سنة طلبنا من ست باربرا مسعد اللي هي مع بروجرام سلو فود الأمريكاني. نعم. انه نحن ما جبلنا باربرا مسعد، كل واحد عارض موني رح ننقي احلى برودكت عنده. ايه. وبعدين من سيادة لهالبرودكت. ايه. يبيعه ونسوقه ونحطه على الانترنت ونساعده بتشجيع، يعني مش مسابقة. كل عارض موني بننقي منتوج من عنده. حلو. لأنه عم نحتفل 10 سنين لجبلنا. تصوري. حلو. كأنه مبارح. شفتي؟ بقى ما بعرف إذا في أقول على الهوا. قولي شو؟ إنه إذا ما جيتي ما رح كفي الجملة، لأنه بيقوم علي العالم على الهوا. طيب إذا ما جيت فيني إجي الجمعة البعض؟ إذا ما جيت 3 نقاط، عرفتي كيف؟ يعني كل واحد يفسرها مثل ما بده، بس نحن عم نقلك إذا ما جيت في 3 نقاط بعدين. أوكي. يعطيك العافية يلا، ونحن فخورين فيك والجهد اللي بتعمليه كل سنة عن جد. لا انت من قدره. عن جد ثانك يو. أنت لا أنت اللي من وراك صار يعرفوا معاشر الشوف كمان، يعني ماشي كثير عن جد. حبيبتي بس كمان 3 نقاط عم برجع بعدين. ايه. بدي كشك اخضر. ايه كشك اخضر اكيد. وهلا السنه اكتشف شيف مارون كشك الشوفان هيدا. بلا حليب ولا عم بقول لك، يعني في اشياء طالعين ما طبيعي. مشان هيك عم بقول لك انه عن جد عن جد
ما بقى في يمكن سوق هالقد في اشياء بعدها محافظه وعم ابتكار يعني صحيح. لانه اللي بياكل فيجيتيريان اللي بياكل بيو اللي بياكل هذا في كل الانواع كل انواع هذا ناطرين وبعدين ماراثون دبكه حلو وبيبلش من اوكي وبيبلش من الصباح من اي ساعه وفي كمان نقليات صح من 11 لل 11 يعني ما حدا يعمل ستريس اذا ما وصل 10 او 11 او 12 كل نهار دير لل 11 بالليل بعدين لنجرب نوفر بنزين ونقل وتلوث وكل هيدا حاطين بسيط بالكونكس بستاركو من الدمور ومن ستاركو يعني اللي جاي من منطقة الجنوب أو اللي جاي من كل بيروت هناك بيقدر ياخد يوقف عربيته وياخد في البواسط تمشي 9-10-11-12 وبترجع تنتين 3-4-5-7 يعني ما حدا بينضرب فوق يعني كل واحد بيطلع بس عباله ينزل بيقدر ينزل كل ساعة وهيدا وبعدين أكيد بما انه نحن مع محميه ارض الشوف وبلديه المعاشه في بواسط مجانيه بتنقل الناس ليتفرجوا على احلى غابه غابه المعاصر ارض المعاصر صحيح يعني انت بتعرفي انا بعرف مهم نضلنا محافظين على النظافه وعلى البيئه لانه كله عم يتشوه مظبوط وبعدين بتعرف انه نحن هيدي اول سنه بنحكي عنها بس لانه حسينا انه لازم نحكي لانه هلا في فوعة انه كل الناس صارت بدها تحافظ على البيئة بس نحن صلنا 10 سنين صحيح بتذكر كل الكبايات وكل الكيس اللي بتستعمل بالمهرجان هي بايودجريدبل يعني صديقة البيئة وبتدوب بالبيئة يعني نحن ما بنستعمل الكيس البلاستيك العادي دونك هيدول موجودين بينطبعوا كل سنة باسم المهرجان وهيدول اللي بيستعملون بال يعني لما بتشتري اغراض هدول اللي بيعطوك اياهم اكياس صحيح بقى هيدي زياده يعني مش بس لنقول انه مش حركه هي التوعيه صحيح عرفتي نتفه نتفه بيصير كل واحد بيطوع بيتحمل مسؤوليته مظبوط وبعدين حتى عم نبيعهم السنه فوق لانه ما في لك شو لذيذ انه حتى تستعمليهم ببيتك بعدين انه ما بيكلفوا شيء بس انه على القليله بتحس انه عم تعملي نتفه مساهمة انه عم تستعمل كيس البلاستيك صحيح اكيد يعطيك العافية يلا ميرسي لألي موفقة يا رب وناطريني وماشي كثير على كل اللي جايين يساندونا ويدبكوا معنا شكرا لك باي باي شو بتقلي سهلة ضيعتي هيدي بدي افتح لها الهوا كله